المتابعين أينما كنتم مرحبا بكم في هذا نقل المباشر لمباراة النادي الأفريقي والقوافل الرياضية بقفصة لإطار الجولة الثانية من المرحلة الأولى للبطولة الوطنية على بلاتفورم ديوان سبور. مباراة يحتضنها ملعب حمادي العقربي برادس. في هذه الأثناء انطلاقة المباراة، قلنا آخر مباراة كانت الأفريقي هنا في ملعب رادس قدام الاتحاد الرياضي ببنجردين، هدف في 15 دقيقة من الوقت البديل، هدف خلى الأفريقي موجود في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الموسم هذا اللي فاز. هنا انتبهوا عطنا الكرة خطيرة الأفريقي، أول الهجمات طويلة طويلة الكرة على كينكس لإيديو أسبق الحارس. الأفريقي كمل الموسم الماضي في المركز الثالث، كان قريب برشا من النهاية في المركز الثاني. كرة خطيرة بسام الصرفي يدخل منطقة الجزاء، التحذير غيث الصغير، إيش يعمل الصغير؟ تصويبة سهلة، تصويبة كانت سهلة من غيث الصغير، سهلة في دين الحارس علي العياري. حوارات داخل منطقة الجزاء، الصغير يرفع الكرة، تجاوز لاعبية ومهاجمي الأفريقي 6 أمتار لفريق القوافل، ما خلطش عليها حمدي العبيدي. حوارات داخل منطقة الجزاء والحكم فرج عبد اللاوي في حوار مع بعض اللاعبين. هنا التوسيعة تتجاوز كل لاعبي الأفريقي في منطقة الجزاء، يخلط عليه أحمد خليق قبل ما تخرج. بسام السرافي يوزع الكرة خطيرة في مرولة، يتدخل الدفاع ثم علي العمري أو علي العياري، يتدخل علي العياري خرج الكرة في التماس، تماس ينفذ بسرعة لغيث الصغير، يوزع الكرة بسام السرافي بالراس، ماهوش موجود في موقع التسلل لكن رأسيته ما كانتش محكمة، في موقع ممتاز منفرد وحده دون رقابة على يمين الحارس معز حسن باش يرفع الكرة، يتدخل الدفاع في مرة أولى ثم حمدي العبيدي في مرة ثانية، الهجوم المعاكس بسام السرافي والعودة الدفاع، يتنفذ التماس بسام السرافي خطيرة الكرة، غيث الصغير في الانفراد، غيث الصغير يطلب حمدي العبيدي تصل والكرة ما تصلوش، طويلة طويلة أطول من اللازم كانت من غيث الصغير، كان هجوم معاكس مثالي، ينفذ التماس من بسام السرافي لغيث الصغير في التحذير، كرة كانت طويلة ما خلطش عليها حمدي العبيدي، فرصة الهدف الأول تضيع مرة أخرى على النادي الأفريقي. التوزيع في منطقة الجزاء، عمر العمراني يعيد الكرة في مرولة ثم فريق القوافل، التصويبة تصويبة قوية كانت ويلمسها الحارس معز حسن، أخطر كرة في هذا الشوط الأول. هذه الإعادة والتصويبة المباغتة، الانطلاقة لبسام الأسرارفي فماش التسلل، يستلم الكرة بسام الأسرارفي يطلب أحمد الهمامي يوزع الكرة تمر من أمام لاعب الأفريقي أحمد الهمامي، كرة كانت قوية ما خلطش عليها متوسط ميدان الأفريقي، يمشي 6 أمتار تعود لفريق القوافل. كينكس لإيديولي غيث الصغير يدور بالكرة يوصل لأحمد خليل، يبدل الجهة اليسرى الحمروني في التوزيع، يوزع الحمروني التحذير في مرة أولى بطريقة غريبة فرصة أخرى تضيع الأفريقي، التحذير من غيث الزعلوني والإنهاء ما كانش كما يلزم بسام السرارفي. مرة أخرى في مناطق الجزاء بسام السرارفي ما يحكمش التعامل مع الكرة مرة أخرى يكون وحده في منطقة الجزاء في موقع مميز، الفرصة الأولى كانت رأسية تمشي فوق المرمى ثم قريب على خط ال 18 يصوب كرة تمشي بعيدة على مرمى الحارس علي العياري، فرصة أخرى تضيع على الأفريقي، يركز جل هجماته على الجهة اليسرى، الكرة لغيث الصغير يبدل بسام السرافي يدور بالكرة بسام السرافي قبل ما تخرج التماس على السرافي من أمام المدافع، يوزع الكرة خطيرة فرصة الأول مرة أخرى تضيع الكرة بطريقة غريبة مرة أخرى، كينغ سيديو مرة أخرى وحده في منطقة الجزاء يستلم الكرة على الرأسية قريبة للمرمى الحارس علي العياري، تتتالى المحاولات صعود دافع الأفريقي
عمر العمراني. هنا الكرة من العمراني، وانا نحكي على الصعود مدافع الافريقي، حط الكرة بالراس بعيدة على مرمى الحارس علي العياري. كرة لإيديو يعمل مراوغة، كينغس إيديو لبسام الأسرارفي، أسرارفي صوب الكرة، تضرب الدفاع وزيع الكرة، تضيع الكرة مرة أخرى على خط هجوم الأفريقي بإيديو والأسرارفي. هذه الإعادة، هي إيديو يفسخ الدفاع يوصل لبسام الأسرارفي، كمل الكرة بنفسه، كان ممكن عنده الخيار أن يمرر الكرة في منطقة الجزاء، لكن خير حل التصويب. معز حسن كرة للحمروني، الحمروني تعول كرة على كينغستي إيديو، ياخذ كورته في التحذير إيديو، يعود للخلف لحمدي العبيدي، حمدي العبيدي غيث الصغير لحمدي العبيدي، ثنائية في منطقة الجزاء، توصل لمحمد أمين الحمروني، يعمل مراوغة يسقط، فماش ضربة الجزاء، فماش هفوة في منطقة 18 حسب إشارة الحكم. يتدخل دفاع القوافل في الوقت المناسب، إيديو كذلك على حافة الميدان يتلقف الإسعافات، إن شاء الله سلامات لمهاجم الأفريقي كذلك مدافع القوافل. غيث السعلوني يتحصل على التماس، يمشي بنفسه للتنفيذ، وليديو بسام الأسرارفي يدخل منطقة الجزاء، أسرارفي شو يعمل؟ يحضر لغيث الصغير، تضرب في الدفاع، تعود لبسام الأسرارفي يسقط، المطالبة بضربة جزاء لكن المخالفة ضده، المخالفة لدفاع القوافل، كرة خطيرة كانت على دفاع القوافل الذي بقفصة على الصورة. بسام الأسرارفي في التحذير، تصويبة كانت من غيث الصغير، تعود لبسام الأسرارفي يحافظ على كورته ويسقط، والحكم يصفر المخالفة ضد مهاجم الأفريقي. الزعلوني في التوسيع، كرة في منطقة الجزاء، التحذير من يديو يصوب الكرة، تضرب في الدفاع، تضيع الفرصة وتضيع الهجمة، وينتهي معها الشوط الأول بين النادي الأفريقي والقوافل على الأراضية بقفصة، 0-0 التعادل السلبي بين الفريقين. لكن الشوط الأول عادل دون أهداف بين الفريقين، وفي هذه اللحظة بالضبط يعلن الحكم فرج عبد اللاوي عن انطلاقة الأطوار للشوط الثاني. الدفاع القوافل واقف كما يلزم، 45 دقيقة أولى مميزة مثالية لفريق القوافل. الكرة الأفريقي حمدي العبيدي في منطقة الجزاء، حمدي العبيدي صوب الكرة 6 أمتار، محاولة أخرى للأفريقي. 3 دقائق لعب في الشوط الثاني، حمدي العبيدي في منطقة الجزاء يستلم يصوب بالرجل اليسرى، كرة قريبة هذه للقائم الأيمن للحارس علي العياري. في التنفيذ ثنائي أمام الكرة، يبقى الكالي بانغورا، بانغورا في التنفيذ، كرة في منطقة الجزاء يأخذها الحارس معز حسن، يأخذ الكرة من أمام اللاعب آدم الشبي، والهجوم يعود للنادي الأفريقي. محمد أمين الحمروني، علي القلعي يمشي في التنفيذ، لاعب الافريقي بسام السرارفي في التوزيع، الكره من في دفاع القوافل، يتدخل علي العياري، والتماس للافريقي من الجهه اليسرى، محمد امين الحمروني، احمد خليلي، وسام بن يحيى، وسام بن يحيى، كره لحمدي العبيدي، ورفع الراية موجود. علي العياري يمشي في التنفيذ، غيث الصغير، غيث الصغير يصوب الكرة، يرجعها للعياري، ثم وسام بن يحيى، مرة أخرى علي العياري بطل هذا الشوط الثاني في التوزيع في مرة أخرى، والكرة تسلل. كل لاعبي القوافل في مناطقهم، الضغط للأفريقي متواصل، وهنا التدخل والإنذار، الإنذار الثاني في المباراة للقوافل الرياضية بقفصة. رجع لي عامر العمراني يوزع كرة في منطقة الجزاء، الرأسية، يتدخل الحارس، ضاعت في مرة ثانية فما التسلل، رفع للراية في مرة أولى، رأسية رامي البدوي المتألق كالعادة،
علي العامري، هذه التوزيعه والراسيه الفينيش كانت من رامي البدوي، يتالق في عاده الكره والتصدي الحارس علي العياري. زوز تغييرات، هذا التغيير الاول اللي حكينا عليه نديم بن ثابت ياخذ مكان علي العياري بداعي الاصابه اللي كان خرج منذ لحظات، ومنصور المريحي باش ياخذ مكانه. ننتظروا مكان من رقم 17 على المريحي، كان الكالي بانغورا. بانغورا يخرج في الاثناء، الكالي بانغورا رقم 12 على الصوره، ربح بعض الثواني من جانب فريق القوافل، تقريب 5 دقائق وقف فيهم اللعب مع اصابه الحارس علي العياري. ادم قرب، وفي المقابل غيث الصغير يخرج ياخذ مكانه حمزه العقربي رقم 17 يصلح، واش غيث الصغير بالفعل كما قلنا مركز بمركز منذ البدايه. غيث الزعلون يخرج، وحمزه العقربي رقم 4 تغييرات للفريق مقابل 2 تغييرات لفريق القوافل. احمد خليل راسيه في مره اولى، ثم في مره ثانيه تعود لاحمد خليل، وهفوه في دفاع الافريقي من عامر العمراني. الهجوم المعاكس يعود لفريق القوافل، والمخالفه رفع الرايه من المساعد الاول رمزي بن فرج، والمخالفه في دفاع الافريقي موجوده، وكذلك الانذار لعامر العمراني، الانذار الثالث في المباراة والاول النادي الافريقي. 90 دقيقة انتهت، والحكم الرابع يضيف 8 دقائق وقت بدل ضائع، قلنا على الاقل فما 5 دقائق. بالفعل الحكم فرج عبد الناوي يضيف 8 دقائق ارتباك من الحارس معز حسن، والكرة في الركنية، عدد من الكبير من اللاعبين، كرة لكينغ سيديو في منطقة الجزاء يسقط، يطلب ضربة جزاء لكن الحكم فرج عبد اللاوي يعطي أسبقية اللعب. كينغ سيديو يعمل مراوغة، يستلم في منطقة الجزاء ويسقط فرج عبد اللاوي، يعطي أسبقية اللعب فمش المخالفة. هذا التغيير في تشكيلة فريق القوافل، يربح بعض الثواني غيث الزمال باش يخرج وياخذ مكانه فادي سليمان. التغيير الثالث لفريق القوافل الرياضية بقفصة، غيث الزمال يخرج، تتشنج الأعصاب. الأنذار لغيث الزمال، الأنذار الثالث لفريق القوافل الرياضية بقفصة، مقابل أنذار وحيد للأفريقي. 20 ثانية ما زالت في الوقت البديل، الكرة من جانب القوافل، لمس الكرة باليد في اللقطة الأخيرة، يعطيش الأنذار الحكم فرج عبد اللاوي. معز حسن في تنفيذ الكرة الأخيرة في المباراة، الأنذار للاعب القوافل الرياضية بقفصة منصور المريحي. انذار جديد للاعب فريق القوافل، اخر كوره في المباراه، اخر كوره في المباراه للافريقي. 0-0 قبل صفيره النهايه. معز حسن يوزع الكره الراسيه الاولى
ويخذها الحارس نديم بن ثابت. وفي هذه اللحظة بالضبط يصفر الحكم فرج عبد اللاوي نهاية المباراة. التعادل 0-0 بين النادي الافريقي وفريق القوافل الرياضية بقفصة. استيمات كبيرة من جانب فريق القوافل خاصة في الشوط الثاني. 0-0 مباراة كبيرة للقوافل في أول ظهور ليه في الرابطة المحترفة الأولى.